من الناس أنا أتذكر هذا الاسم، ولو أني أنا لازلت أتذكر أول مباراة إفريقية في مسابقة كأس بسم الله الرحمن الرحيم. معكم هشام الكبير مدينة أكادير. شجعنا فريق الرجاء البيضاوي بكل روح، وان شاء الله هادشي اللي كنا كنتمناو تخلعنا في الشوط الاول، مي دابا ان شاء الله الحمد لله غنجيبوا الكاس من ان شاء الله ان شاء الله قلنا وديما رجاء ديما اليوم شفنا واحد المقابله اللي بينوا لنا انهم رجال وديما رجاء ريتير كيشاف 3-0 ان شاء الله الكاس غادي تهز من الكونغو ان شاء الله وديما رجاء. الصراحه الماتش كان شيق، عجبني بزاف، وبالنسبه بين الشامبيون ان شاء الله بالنسبه للنتيجه نتمنوا اننا نحافظوا عليها الا لعبنا عند فيتا كلوب، ونتمنى اليوم الفوز ان شاء الله باش ياخذوا الكاس. كنا منتظرين ان شاء الله بلي فريق الرجاء غادي يبان في هذه المقابله، كنا معولين على ما يقدموا مقابله كبيره، والحمد لله داكشي اللي تأتى من خلال التاكتيك ديال المدرب خوان كارلوس غاريدو، وكنتمنى ان شاء الله ياكدوا النتيجه في مقابله الاياب ان شاء الله، ونرفعوا الكوب دافريك ان شاء الله كما بغى الجمهور كامل ان شاء الله.